وتو بعد ما زرنا ضريح النبي يهود وصالح بنشر ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مش بعيد من هنا نجمة غادي، هذاك المدخل غادي. هذا سالك عليه المي يبيعوا فيه للناس باش ينظفوا به القبور، يعني أي واحد ياخذ دبوزة مي ويدخل ينظف القبور. الحلقوم والحلويات كل شيء موجود. واحد بغداد تنزل بغداد. طبعا مدخل الرجال طبعا يفتشونه هيكتي. السلام عليكم. هذي هنا حبيت تعدي. هاي تعدي هاي تعالي يا جميل. هاي هاي بسم الله. حس روحك داخل من دولة لدولة أخرى. على فكرة نستغل الفرصة نحكي لكم على النجف وكربلاء. البنية التحتية في النجف في كربلاء أحسن برشا من بغداد، مش عارف ليش. هكذا ريح سيدنا علي، هذا جنازة الله يرحمه عايزين باش يصلوا عليه وبعدين يدفنوه في المقبرة بتاع 5 مليون. على فكرة أنا توصلت هنا النجف وما عنديش أوتيل، خاطر في العراق صعيب باش تدبر أوتيل، يعني تعمل ريزرفاسيون أون لين. نكملوا الزيارة بعدين نمشوا نلقوا شو نبات. الراجل اللي فتشني تو ما تفتيش ثاني، فتشوك مرة الأولى ومرة ثانية، قال لي إيراني، قلت له لا تونسي. فرح بي ياسر وضبطني. الظاهر أن التونس ما يجي حتى حد في بالي، أول تونسي نوصل لبلاصة هذه. لا لا أكيد ثم تونس وصلوا، أما قليل قليل التونس والجزائري، ما فما حد، ما شفت حد، كلهم إيرانيين من البحرين. هاي كالعادة تخلصنا مساك حطيناه في الأمانات، بيعطوك الجيتون هذا باش ما تنساهاش. حقائب زين العابدين للرجال ب 181، وتو تنجم تدخل ناحية صباتك تدخل لزيارة ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا عندكم ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف. اليوم يسمى وفاضية، في العادة تبدأ مئات وملايين، مئات الآلاف وملايين يزوروا، خاصة في عاشوراء. قال أتمنى